مرحبا أحبابي، كيفكن؟ إن شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافية يا رب. اليوم بدي أعمل أنا وياكن إذا عندكن حامضة وملعقة كاكاو بدنا نعمل شي كتير طيب، ووصفة كتير طيبة من الحامض، عصير الحامض والكاكاو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نعصر الحامضة. هيدي عند الدول العربية التانية اسمها ليمون، عشان يعرفوا شو عم بعمل. عصرت الحامضة، بحط وجهات 3 بيضات، كمان 3/4 كوب سكر، ربع ملعقة صغيرة فانيلا، بخفقن مع بعض على سرعة عالية. كمان بحط 1/2 كوب عصير حامض، كمان بحط 1/4 كوب زيت نباتي، 1.5 كوب طحين، بنخل طحين اكيد، عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. بعد ما نخلت طحين هلأ بحط ملعقتين صغار بيكنج باودر، ملعقة 2. أول شي بخلطهم شوي عشان ما يطرشوا كتير طحين على المجلى. هلأ بنخفق على سرعة بطيئة. انتهينا من خفق الكيك. هلأ عنا هون قالب، حطيت بأرض ورقة زبدة، ممكن تحطوا زبدة أو طحينة أو طحين وزيت، ما في أي مشكلة. بنحط 1/2 الخليط بالقالب. بسم الله. حطينا 1/2 أو أكتر شوي، بحطهم على جنب. هلأ بنخل الكاكاو، كمان بخلطهم مع بعض. طريقة التحريك قبل بسباتشيلا أو بالملعقة افضل، ما دغري تخلطوهم بالخلاط، عشان بالخلاط دغري بيطرشوا المطبخ كله. بعزبوكم بالتنظيف. هلا برجع بخلطهم بالخلاط. خلطناهم شي كتير بسيط، كمان بحطهم بالقالب. كيك بنكهة الحامض والشوكولا بيطلع كتير كتير رائع وطيب. برشي بسيط بس يبرد الكيك، بيعطي هيدا الشوكولا قرشي بقلب الكيك كتير كتير روعة. هلأ بحطهم بالفرن. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن اخذ بالفرن 25 دقيقة، اكيد حسب كل فرن. عنا هون لزينة مربى المشمش، فينا نستعمل اي مربى متوفر عنا، ما في اي مشكلة. شوكولات تشيبس وجوز الهند. بدنا نكفي الطريقة انا وياكم. بسم الله. طريقة كيك كتير كتير ناجحة 100% وكتير سهلة وبسيطة. بحطها بهيدي الطريقة، حطيناها هوني. بدي احط قسم مربى وجوز الهند وقسم راح احط شوكولا.
اكيد الزينة انتو حسب الرغبة. حط جوز الهند عهول شوي، رشة خفيفة، بشيل الورقة. هون رح احط شوكولات، رح احطهم شكل عشوائي افضل واسرع. كمان هون شكل عشوائي رح احط شوكولات. هيدي اللي بحب الشوكولات بياخد بالشوكولات قطعة بالشوكولات، واللي بحب المربى بياخد قطعة بالمربى. عرفتوا كيف؟ بهيدي الطريقة. هون راح ازيد شوي اللاين شوكولا، وهون تركتها زي ما هي. بما انه تركت هيدا الفراغ هون، هون شو راح اعمل؟ راح احط بالنص هيك شكل حامض، انه هيدا الكيك ع حامض بالشكل اللي بيعطي، وعرق نعناع خفيف بهيدا الفراغ لنكمل الزينة. عرفتوا كيف؟ صارت عطيت شكل كتير حلو ورائع. هلأ منشوف مع بعض كيف طلع الكيك من الداخل. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي، شكل كيك كتير كتير رائع وطري وناجح 100%. عجينة طرية وروعة، شايفين كيف؟ عجينة مش ناشفة أبدا. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.